السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة اليوم كيفية جعل غمازات الإشارة تعمل بالتناوب مع أضواء الضباب الأمامية. طلبها مني الكثير من الأشخاص وسأطبقها لكم على السيارة بالتفصيل. كيف يتم ذلك؟ تابعوا الشرح. إذن هذا هو ضوء الإشارة وهذا ضوء الضباب، قمت باستخراجهما من مكانهما حتى تفهموا جيدا وتعرفوا طريقة التوصيل. إذا قلنا هذا ضوء الإشارة وهذا ضوء الضباب، سأقوم بتشغيلهما حتى ترون طريقة عملهما قبل التعديل. شاهدوا، ضوء الضباب يشتغل لوحده وضوء الإشارة يشتغل لوحده. إذا لعملية التعديل عليهما يجب توفر ريليه 5 مخارج يكون بهذا الشكل، يتكون من 5 نقاط: 85، 30، 86، 87 و87 A. هذا الريليه تتحصل عليه من محلات بيع المستلزمات الكهربائية. أنا استخرجته من وحدة ريموت قديمة تجده بداخلها. إذا لم تتوفر عليه يمكنك استخدام الحجم الأكبر والمشهور، ها هو، سواء هذا أو هذا نفس الشيء. لو نلاحظ نفس الأرقام 85، 86، 30، 87 A، 87. أنا سأستعمل هذا وأنت يمكنك استعمال هذا، لا فرق بينهما. للبدء يجب علينا أولا تحديد إشارة الفلاشر الموجبة المتقطعة. نحضر لمبة الفحص ونضع طرفها على سالب البطارية لتحديد الإشارة الموجبة. نقوم بتشغيل الفلاشر أولا ثم نقوم بفحص أسلاك الغماز. ها هو، هنا لم يشتغل. سأحاول التقريب، ها هو لم يشتغل معنا. لو نمر للسلك الآخر، ها هو اشتغل معنا. سأعيد، ها هو يشتغل. إذن هذا هو السلك المطلوب، قمت بتعريته مسبقا. إذن كل ما علينا فعله هو الإتيان بالريليه وإيصال النقطة 85 بسلك الإشارة الموجبة. ها هو، نقوم بربطه معه. الآن نقوم بتحديد إشارة ضوء الضباب السالبة. نحضر لمبة الفحص ونضع طرفها على موجب البطارية ثم نقوم بتشغيل ضوء الضباب. ها هو اشتغل معنا. الآن نقوم بتفحص الأسلاك، لم يشتغل معنا هنا. نمر للآخر، ها هو اشتغل معنا، يعني هذا السالب وهذا هو الموجب. أنا أحتاج إلى السالب. الآن سنقوم بتوصيل النقطة 86 من الريليه بسالب لمبة الضباب. إذا لو نستمع، ها هو اشتغل معنا الريليه. يتبقى لنا هذان السلكان، النقطة 30 والنقطة 87 A لتوصيلهما. سأقوم بقص سلك ضوء الضباب إلى جهتين، جهة أوصلها بالنقطة 30 والجهة الأخرى أوصلها بالنقطة 87 A. شاهدوا الآن كيف يعملان بالتناوب. نفس ما قمنا بتطبيقه هنا نقوم بتطبيقه على الجهة الأخرى. إذا بهذه الطريقة يمكن لنا جعل هذه الأضواء تعمل بالتناوب. إذا وجدت الفكرة تستحق النشر قم بنشرها، كما أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس.